هذه الأحداث هي مرحلة جديدة في تصعيد عسكري، وهي مرحلة خطيرة ربما من التصعيد العسكري، ولكن هل هي بداية لمرحلة جديدة كما سألتي؟ ربما الأيام القادمة ستعلن، لكن المعلوم هو لا الجانب العراقي ولا الولايات المتحدة يريدون أن يحولوا العراق إلى رقعة شطرنج لحرب إقليمية كبيرة. الطرفين من مصلحتهم وأعلنوا أكثر من مرة أنهم يريدون أن يجنبوا العراق هذا النوع من السيناريو. فمثلا من الجانب العراقي هناك الدولة العراقية في أكثر من فرصة وفي تصريح أكدوا أنهم يريدون أن ينأوا بالعراق من حرب بين هذه الفصائل والقوات الأمريكية المتواجدة في القواعد العراقية. هذه أولا. ثانيا، إيران أيضا لا تريد حرب كبيرة كما لا تريد الولايات المتحدة حرب إقليمية كبيرة. الحشد الشعبي كجهة رسمية ربما أيضا أعلنت، ومن غير مصلحتها أن تفقد هذه المكاسب السياسية والمالية الكبيرة وجودها في هذه الحكومة بسبب حرب مع الولايات المتحدة سبب غير عراقي، وهي الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة. لكن هناك فصائل داخل الحشد الشعبي يريدون ربما لديهم مصالح مختلفة، ولذلك هم يحاربون الولايات المتحدة تحت اسم مسمى جديد وهو المقاومة العراقية وليس الحشد الشعبي.